السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا اليوم القرعه بالفيونداشي، ما هيش بالطريقه تاع الدولمه، بطريقتي الخاصه، ما فيهاش الحميصه وما فيهاش المعدنوس. هذه الوصفه سهله للمبتدئات ومجربه وناجحه 100%. واذا عجبتكم الفيديو ما تنسوش تابوني وديروا جيم وتفعلوا الجرس، ومرحبا بكم في قناة كويزين لا بيرل. كيما راكم تشوفوا، شوفوا المريقة تاع حاجات خاطرة وبنينة ولا أروع. جربوها هذه الوصفة ما راحينش تندموا. سي دي كورجيت فارس. بسم الله نقولوا بسم الله. نديرو شوية زويتة في لامارميت تاعنا في القديرة، ما نكثروش. فوالا واحد كات كويغا سوب دو هويل دو تابل وي دو تورنوسول. هنا نديرو ان كرون اونيون غابي، حبيبة تاع بصل كبيرة مغابية. فوالا ونديرو الملح، شوية تاع الملح، شوية تاع القرفة، معناتها ان كار دون كويير ا كافي كانيل دو كانيل، ربع مغرفة قرفة تاع قهوة. ما نكثروش القرفة باش المرقة تاعنا ما توليش ماغون. وعندنا الفلفل الكحل، بوافو دو مونا، فلفل الكحل حسب الرغبة. دوك ديري ميم با اون دومي كويير ا كافي دو بوافغ نواغ. اذا عندك دراري صغار ما تكثريش الفلفل الكحل، انا نحب شويه فلفل الكحل بزياده في المرقه، سيغتو كي يكون هكدا جديد. ندير لها، انا عندي توجور لي صوص بلونش، ندير لهم لا موتارد، ان كار دون كويير ا سوب ديرو لا موتارد. هذه فاكولتاتيف، تحبو ديري تحبي ما ديريش. هذا يمد ان بو داسيديتي، يرد لا تيكستور تاع المرقه تاعكم بنينه. درك هذه نخلوها تقلى ونجوزو لا فارس تاعنا لا فيون داشي. درك هنا عندنا لا فيون داشي، نخلو هذا يتقلى بالعقل، البصل عندنا لا فيون داشي، ونخطو رانا نطيبو ونمسحو. ما انا عندي بلون دو ترافاي صغير يغبلني، سورتو كي نطيب حاجة تراديسيونيل صغير بلون دو ترافاي. هنا عندنا حبيبة تاع البيض، فوالا نديرو شوية تاع الملح، هذا لفيون داشي، ان اوف، ان بو سيل. عندنا كانيل، ربع مغرفة قهوة تاع قرفة، وعندنا توجور الفلفل الكحل، هو اللي يبان لي الماكلة. لي غوسيط لي تصيبوهم بزاف بالفلفل الكحل تاع المغرب العربي، العرب يديرو بزاف فلفل الكحل في الماكلة تاعهم. الكبر حاجة قليلة كتصيبها، ديرلك في حنا اللي نحبو ندوزنو ونديرو البصل ونديرو الثوم ونديرو فلفل الكحل، هما دي فا يديرو دي سوب ما يديروش ميم با لونيون، ما لا لا بصل لا ثوم. سي بور سا هما كيذوقو الماكلة تاعنا تجيهم بزاف بنينة. أنا راني عايشة معاهم وراني نشوف الماكلة تاعهم كارثة، ماشي كاع مي 90% الماكلة تاعهم ماشي بنينة. حنا نديرو غير شوية سوب ولا جويز جويزة بطاطا تخرج بنينة. هنا نديرو شويه تاع الروز، نديرو دو كويير ا سوب دو ري، زوج مغارف ماكله نتاع الروز. هذا روز اي تي في لي فوغول. هنا يخص المعدنوس، هي لا باس نتاع لا روسيت، مي واش عليه سي با اوبليجي باسكو ماهيش دولما. قلت لكم بلي ماهيش دولما،
الا صبتو معدنوس ديرو، ما صبتوش ماهيش اوبليجي. كما راني قلت لكم درك نخلطو مع الحبه تاع البيض، هاد لاباكس هاد لا البيون داشي تاعنا. هنا عندنا ارطل البيون داشي حبيبه تاع اولاد الدجاج، نص مغرفه قهوه فلفل الكحل، اربع مغرفه قرفه، وشويه تاع الملح، وجوج مغارف كبار تاع الرز. الرز ما تكثروش في البيون داشي باش تبقى لكم توجور البنه هذيك، باسكو لا كثر الرز يولي اللحم ما يبانش كاع، ما يجيش بنين. انا الرز نديرو سيختو باش ما تجيش هذيك لا فيون داشي يابسه، خاسيتو على جال هذه اللي ندير. نخلطو مليح الحبة تاعنا تاع البيض حتى نشوفو لافاكس بدات تنشف، شغل تشد روحها، شوف هاي تشد روحها. دونك هنا نخلوها وندوزو للقرعة تاعنا. لاكورجيت تاعنا، لاكورجيت تاعنا دونك انا عندي هذا النوع، انا هذا النوع ما نحبوش، نحب كيما تاع الجزائر هذيك تجي بيضة. هنا ما نصيبوهاش هذيك، غير في فرنسا نصيبوها. صافي انا واش ندير لها، شوفوا كيف ندير لها، ندير لها هكذا خاطرش ما يمدلكش ان بون كو في المقا هذا الكحوله اللي فيها. صافي نديرها هك او ميم طون تجي بيان ديكوري، او ميم طون نحي هذاك المروره خاطرش القشره تاع هذه الخضراء ما تجيش بنينه في لاصوص، يمدلك ان كو ان بو امير. فوالا هذا هكا نقسمو الحبيبة تاعنا تاع لاكوشيت، نقسموها اون دو باسكو ماشي كبيرة بزاف، يدبيلكم هكدا كبر، و نفرغوها من الداخل فوالا كيما راكم تشوفو. سهله مهله، هي الوجبات سهله ماهيش ما تتكلفش بزاف، ما فيهاش بزاف مقادير، غير خضره وشويه لحم وهذا ما كان. اها ماذا بكم تفرغوها شويه بزاف، ماشي تكون ماشي مفرغه مليح، تكون هكذا نقولها مليح من الداخل. وهنا عندي ثاني الفلفل الحلو، راح ندير بالفلفل الكحلو دي بوافون اي دي كورج. دونك هنا فوالا، هنا درت لها البصل ودركا نعمر الحبيبات. ديو لها البصل دو بريفيرونس ماشي الثوم، خاطر المرقة بيضة هكذا، وتعمروهم كومبليتمون. كي تعمروا الحبه تاع القرعه تاعكم حتى لهنا، تكرطوها لداخل كرطوها حتى لهنا، شنو ما تقبوش من تحت باش ما تخرجش لافاكس. هكذا ونكملوا نعمروهم كاع الحبيبه تاعنا تاع الطرشي ثاني، تعمروها ماشي كومبليتمون هكذا لتحت فوالا. هكذا لازم تعمر حتى لهنا، بعد جيت تنفخ مع روس طيح سواسوا. بعد دوك بعد ما شينا الفلفل فارسي دوك نديروه يطيب في الموقع كما راكم تشوفوا. لازم القديره تكون شويه واسعه، هذا القدره هايله هكذا، مش ماشي حبه فوق حبه يتلبسوا كاع يدقدقوا كيما راني ستفلكم فيهم. هنا نقيتهم او ميم طون يجوا شبان، او ميم طون ما تلقوش بزاف المروره خاطر هذيك القشره تجي شويه مره. هاد لاصوص ما نديرو لها لا حميصه لا والو،
هكذا بك طيب. دوك هنا كيف ظل لنا البيون داشي نديرو دي بولات كيما كتشوفو هكذا مش ما يكونش غير خضرة يكون ديكوري هكذا دي بتيت بولات ويجي بنين بالبزاف هذا الطبق هايل ان بلا بنين بالبزاف كفروش المرقه قسمه يطيب اللحم ما تجيش شرورو باسكو الخضره هذه بفي الطيب القرعه ونخلوها تطيب 30 دقيقه ونطفو بعد حين بعد ما درنا حبيبات تاعنا تاع القرعه والفلفل في القديره دوك نتركوهم يطيبوا 30 دقيقه ونطفو بعد حين.